وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. مرحبا بك دكتور. بداية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا تستهدف أهدافا مدنية في دونباس. إذن لماذا انتقلت الحرب إلى المدنيين؟ هل هذه الطريقة الوحيدة التي ربما تستطيع أوكرانيا أن تحقق بها مكاسب على أرض الواقع أم ماذا؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدتي الكريمة وللأخوة المشاهدين. طبعا أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة وخصوصا بعد الإخفاقات المتتالية تتخذ إجراءات جديدة ويعني ما يسمى طرق جديدة في الحرب مع روسيا، وهي طرق الإرهاب. يعني نعلم جيدا حتى الإعلام الغربي وخصوصا مجلة نيوزويك الأمريكية أظهرت أن الجيش الأوكراني يستخدم في حربه مع روسيا أساليب إرهابية وأساليب الدولة الإسلامية في العراق والشام. يعني الهدف منها هو ما يسمى تخويف الشعب الروسي، تخويف الشعب الروسي لما يسمى إن كان بالطائرات المسيرة على أهداف مدنية، إن كان بعمليات تخريبية داخل المدن الروسية بإحراق أو تفجير السور وما هو عليه. هو الغرض منه زعزعة الاستقرار بالشعب الروسي حتى يضغطوا أو تكون هناك بعض المظاهرات وبعض الاحتجاجات لإيقاف العملية العسكرية. هذا الخطة تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نعلم جيدا هذه الخطط يعني معروفة من المدرسين، يعني من مدرسين الإرهاب في العالم، من أسس الإرهاب في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ضد الإرهابيين، وهذا أسلوبهم. وهم استخدموا في السابق الطالبان في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، استخدموا داعش في سوريا. كل هذه الاستخدامات يعني ضمن ما يسمى الخطة الموضوعة لأوكرانيا. فأوكرانيا هي بعيدة عن هذا الشيء، ولكن النظام الأوكراني الحالي التابع للولايات المتحدة الأمريكية يتخذ هذه الأساليب. ولذلك ماريا زاخاروفا دائما توضح أن استخدام أو استهداف المباني البنية التحتية المدنية أو المدنيين في روسيا هي ما يسمى هي تغطية لفشل أوكرانيا في العملية في العملية المعاكسة، بالإضافة إلى زعزع إلى ما يسمى تغطية عن ما يحصل على الأرض. يعني الإعلام موجه، تعرف جيدا أن الإعلام في العالم موجه، فهو يتوجه الإعلام نحو أن هناك استهداف للعمق الروسي وهناك يعني يمكن احتمال أن تكون هيبة روسيا غير موجودة. هي عبارة عن تخويف فقط ليس أكثر. لذلك يعني دائما ما تسمى العمليات التخريبية التي لا تغير بشكل من الأشكال تغير الجبهة العسكرية أو تغير معادلات الجبهة العسكرية هي عمليات تخريبية أو إرهابية، يعني ليس لها أي مانع أي داعي من استخدامها. نعلم جيدا أن هذا أسلوب معروف يعني لدى الجانب الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية، فأصبح الشعب الروسي متعود على ذلك. الهدف هو زعزعة الاستقرار ليس أكثر. نعم فهمت. يعني وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال إن 4 قاذفات استراتيجية من تراس 260M ستدخل الخدمة في وقت لاحق من العام الجاري. إذن ما أهمية هذه القاذفات وكيف ستؤثر على الحرب الروسية الأوكرانية؟ من الواضح أن روسيا تحضر نفسها لمواجهة عسكرية مع الناتو. يعني أوكرانيا والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ليست بحاجة لهذه الطائرات وليست بحاجة لهذه الأسلحة القوية جدا. الأسلحة وصلت 260 هي تحمل أسلحة استراتيجية أو أسلحة عفوا تكتيكية نووية وصواريخ تكتيكية نووية. الهدف منها في حال حصول اصطدام مباشر أو ما يسمى اشتباه بصدام مباشر مع حلف الناتو، دائما الضربة تكون استباقية. يعني دائما بالحرب النووية أو الصدام المباشر يجب أن تكون الضربة استباقية. لذلك روسيا أعلنت منذ حوالي أسبوع تقريبا عن دخول صرمات إلى الخدمة العسكرية. هو سلاح استراتيجي نووي يعني موجه ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالذات. الآن 260 هذه بتحمل أسلحة تكتيكية، ومن الصعب هذه الطائرات وتسمى طائرات الشبح أن تلقطها جيش الأدار. يمكن أن تحمل أسلحة تكتيكية ضد الدول المجاورة لأوكرانيا التي تدعم أوكرانيا. هي عدة رسائل لعدم أنا في رأيي هي موجهة على تزويد أوكرانيا بالطائرات F-16، لأنه أنا جيدا تزويد أوكرانيا بالF-16 سيؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الصدام بين حلف الناتو وروسيا. نعم. لأنه هذه الطائرات بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى مطارات للانطلاق. هذه المطارات ليست موجودة في أوكرانيا، والمدرجات غير محضرة للF-16. يعني يمكن أن تستخدم مطارات الدول المجاورة، وكل الدول المجاورة لأوكرانيا بالطرف الغربي هم في حلف الناتو. نعم. فلذلك دخول هذا النوع من الأسلحة هو نوع من أنواع الرسائل والتهديد
في حال زيادة الدعم لأوكرانيا. يعني هو تهديد لكلا الطرفين. ما الذي يريد بوتين من الغرب لأجل العودة إلى اتفاقية الحبوب سيدي؟ اتفاقية الحبوب لا يريد شيء. هناك اتفاقية، يعني هناك اتفاقية أصبحت صفقة. أنا تسمى بالإعلام العربي وبالصحف العربية تسمى الاتفاقية، ولكن هي ليست اتفاقية، هي اسمها الصفقة. الصفقة تعني الطرفين الغرب وروسيا عن طريق الأمم المتحدة جلسوا على الطاولة وضعوا بنود، أنت تعطيني أنا أعطيك، هذه هي اسم الصفقة. الصفقة روسيا لديها مطالب وضعتها على الطاولة تسمح بدخول السفن إلى موانئ أوكرانيا لشحن الحبوب. وضعت أربع مطالب تقريبا مهمة جدا. هذه المطالب لم تنفذ ولا طلب. فالرئيس بوتين أوضح بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس أردوغان أن لن ننتظر وعود بعد ذلك. يعني حاول الرئيس أردوغان في زيارته إلى روسيا أن يعيد روسيا إلى صفقة الحبوب وليس اتفاقية الحبوب. هو أنا يعني أركز على كلمة صفقة حتى تكون الأمور واضحة. حاول بالوعود أن يعيد روسيا إلى اتفاقية صفقة الحبوب، الرئيس بوتين رفض، قال يجب أن يكون هناك خطوات ملموسة. ليس لا نريد ضمانات، نريد خطوات ملموسة. الخطوات الملموسة يمكن بسهولة، يعني مباشرة قرار واحد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد المصرف الزراعي الروسي وبناته، يعني أبناء المصرف الزراعي، البنوك المختصة بالمصرف الزراعي، إعادته إلى نظام سويفت. يمكن لروسيا أن تعود لصفقة الحبوب. يعني يقول الرئيس الروسي بند واحد أعطونا فقط من الصفقة حتى ننفذ هذه الصفقة أو نعود إلى هذه الصفقة. نعم. فهي الصفقة وليست اتفاقية، يعني ليست اتفاقية إطلاق وقف إطلاق النار وما هو عليه. الصفقة تعني يجب الطرفين أن يقدموا البنود أو ينفذ البنود، ولكن السيد غوتيريش عفوا بعد توقيعه على هذا الشيء لم يستطيع أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه الصفقة، مع أنه هذه البنود وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. لا يستطيع غوتيريش أن يقدم هذه الصفقة بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن على الأمم المتحدة أصبحت مسيسة من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الوعود وكما يقول رئيس بوتين النصب السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في كل اتفاقياتها وكل صفقاتها مع روسيا أصبحت بروسيا غير مصدقة بعد الآن. يجب تنفيذ، يعني كما يقول المثل الصبح النقود المساء البضاعة، يعني ليس أو يعني الدفع بتقول prepayment الدفع أولا. فروسيا تنتظر من الغرب أن تدفع أولا بالصفقة حتى تعود إلى هذه الصفقة. نعم وضحت الفكرة. أشكرك من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.